في 13 مرشح. ايوه وهنكون يعني المرشحين دول كل واحد فيهم هيبتدي يعمل دعايه لنفسه ويتكلم على البرنامج بتاعه. وان شاء الله احنا متاكدين ان الشعب بتاعنا شعب يعي مسؤوليه الاختيار الرئيس بتاعه. وانا اعتقد ان يعني بعد ما نسمع برامج المرشحين هيكون لنا اختيار ان شاء الله موفق للي احنا هنقتنع بالبرنامج الانتخابي بتاعه. رساله للرئيس القادم سيادتك تقول له ايه؟ اقول له ربنا معاك يعني. وما اول طلب صفه لان الفتره اللي جايه دي الحقيقه هتبقى محتاجه يعني تركيز لجهود كل المواطنين عشان نقدر نعوض الخسائر اللي خسرناها في السنة اللي فاتت دي كلها.